عمان محلل أول أسواق مالية في إيكوتي جروب الأستاذ سركيس نزال للحديث عن التطورات في سوق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية يعني تحدثنا عن قوة الدولار والقوة التي اكتسبها من القرارات المتوقعة أو القرارات المتخذة بداية من الفيدرالي الأمريكي والتوقعات أيضا برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. هل هو السبب الوحيد الذي دفع مؤشر الدولار للحظي بهذه القوة؟ نهاركم سعيد. بالفعل أحد أهم الأسباب التي دفعت الدولار الأمريكي للارتفاع هي توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بشكل كبير هذه السنة، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد، بل ليس السبب الرئيسي وراء اندفاع الدولار الصاعد، حيث أن الدولار حاليا يشهد طلب قوي بفعل طلبه كملاذ آمن. فالأسواق المالية لو نظرنا إلى أسواق الأسهم، العديد من أسواق المعادن الثمينة تشهد ضغوط هابطة ويقوم فيها المتداولون بجني الأرباح. الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية والأكثر تداولا في العالم، وبالتالي بما أنه العملة الأكثر تداولا في العالم فيعتبر الدولار النقد العالمي، وعندما تسود حالة من القلق في الأسواق يتوجه المتداولون لتصفية المراكز المالية من الأصول مرتفعة العائد كأسواق الأسهم العالمية في الولايات المتحدة ليقوموا بطلب الدولار، وهذا ما يتسبب بارتفاع في الدولار الأمريكي. إلى جانب ذلك نلاحظ الارتفاع الملموس في عوائد السندات الأمريكية التي تجذب التدفقات النقدية نحو الولايات المتحدة على شكل طلب للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، وهذا ما يجعل الدولار يرتفع مقابل سلة العملات الرئيسية. نعم يعني سركيس، وأيضا مع التداعيات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق العالم تحديدا على سوق العملات، يعني الملاذات الآمنة كالفرنك السويسري، أليس من المفترض أن يحظى بحالة من القوة كمثيل من الدولار؟ لماذا يعني بقي في حالة متراجعة يعني كملاذ آمن؟ بالفعل كما تفضلت اعتدنا أن نسمع بأن الفرنك السويسري هو عملة ملاذ آمن، لكن في الحقيقة أسعار الفائدة متدنية جدا الآن في البنك الوطني السويسري، وهي في النطاق السلبي عند 75 نقطة أساس، وهنالك توقعات بأن يبقي البنك الوطني السويسري أو المركزي السويسري على أسعار الفائدة منخفضة بالسالب لفترة مطولة من الزمن، وبالتالي يشهد الفرنك السويسري ضغوطات أمام الدولار الأمريكي، حتى أن اليوم يتداول الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى مقابل الفرنك، أي أدنى مستوى للفرنك السويسري منذ عام 2019، وكل ذلك بسبب تفضيل الدولار الأمريكي، أخذين بعين الاعتبار فروقات عوائد السندات ما بين الولايات المتحدة وسويسرا التي تصب في صالح الولايات المتحدة بفعل توقعات الفدرال الأمريكي. فالفرنك السويسري بالفعل هو مشهور على أنه عملة ملاذ آمن، لكن حاليا يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة وفرقها ما بين البنك الوطني السويسري والاحتياطي الفدرالي الأمريكي اللي يتم تداوله عند أدنى مستوى منذ عام 2019 عند نقطة التعادل تقريبا، واحد فرنك سويسري يعادل واحد دولار أمريكي تقريبا. نعم يعني في ظل هذه الظروف أيضا سركيس، هل نستطيع القول بأن أكثر العملات تضررا حاليا هي اليورو؟ يعني منطقة اليورو هي التي تواجه الضغوطات من ناحية التضخم، من ناحية التداعيات الاقتصادية بسبب هذه الحرب، يعني هل نستطيع القول بأن هي اليورو؟ بالفعل نستطيع أن نقول بأن اليورو هو أحد العملات الأكثر تضررا من التوترات الجيوسياسية، فأمامنا عملات عديدة تأثرت سلبا في هذه التوترات، لكن بالنسبة لليورو فهو متأثر. بالفعل الأسبوع الماضي شهدنا تداول اليورو عند دولار وثلاثة سنتات أمريكية، وهذا بفعل توقعات أن يتباطأ أو حتى أن نشهد ركود في اقتصاد منطقة اليورو يؤثر مستقبلا على قرارات البنك المركزي الأوروبي ويدفعه لرفع قليل جدا بالفائدة رغم ارتفاع التضخم لمستويات قياسية مقارنة بالفدرالي الأمريكي الذي سيرفع الفائدة بشكل متسارع أكثر، مما يجعل اليورو أحد العملات فعلا الأكثر تضررا في التوترات الجيوسياسية، آخذين أيضا بعين الاعتبار الترابط الاقتصادي والتجاري الكبير ما بين دول منطقة اليورو بل الاتحاد الأوروبي كله مع روسيا وأوكرانيا، مما يجعل دول منطقة اليورو أحد الدول الأكثر تأثرا في هذه التوترات الجيوسياسية، مما يضغط على اليورو أمام الدولار الأمريكي بشكل عام.
يعني ايضا يعني استاذ سركيس، اذا ما تحدثنا عن مستويات البيانات الاقتصاديه التي ظهرت في الصين وكيف اثرت على اداء اليوان الصيني، يعني هل تعتقد بان هذه البيانات ستؤثر ايضا في المستقبل والبقاء ضمن هذه ضمن حاله التوترات التي تؤثر على الاسواق العالميه تحديدا فيما يتعلق باليوان الصيني والاغلاقات التي حدثت بسبب التداعيات ازمه كورونا؟ بالفعل شاهدنا هذا اليوم صدور بيانات اقتصادية مقلقة جدا من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الصيني. انكماش في مبيعات التجزئة مقداره 11.1%، انكماش في الصناعة مقداره 2.9%، ارتفاع معدل البطالة إلى 6.1%. كل هذه البيانات مجتمعة أظهرت لنا مدى تأثر اقتصاد الصين في إغلاقات كورونا، وبما أن الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بل هو قد يكون الاقتصاد الأهم من ناحية التجارة العالمية، يتزايد القلق في الأسواق المالية تجاه هذه البيانات الاقتصادية ووضع الاقتصاد الصيني، مما قد يبقي على حالة القلق في الأسواق المالية، حتى أن اليوان الصيني هذا اليوم شهد انخفاض مقابل الدولار ومقابل عدة عملات أخرى ليتم تداول اليوان عند 6.8 يوان للدولار الأمريكي الواحد، وهذا انعكاس أيضا لتوقعات استمرار ضعف في اقتصاد الصين، مما قد يجبر بنك الصين الشعبي أو البنك المركزي الصيني على اتخاذ سياسات تحفيزية خلال الفترة المقبلة لتحفيز الاقتصاد الذي بدأ بالفعل يتهاوى أمام إغلاقات كورونا. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكوتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.